هذا الفيديو بعنوان أخطاء تجعلهم يوقفون راتبك أو علاواتك أو يوقفون حضرتك شخصيا عن مزاولة المهنة في قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ناصر أبو يوسف، بقدم لكم قناتي مذكرات ممرض، نتكلم فيها عن التمريض وعن الخليج وعن الهجرة وعن بريطانيا وعن أمريكا. فلو عجبك العنوان خليك معي للآخر. لا تنسى الهاند واشينج، البس الجلوفز، هات الماسك وتفضل معي. في ناس بفكر إنه لو راح على دول الخليج أو أمريكا أو أي بلد ثانية مجرد ما وقع العقد راح يبلش شغل وخلاص، بعديها ما حدا راح يسأله. لكن أنا بتكلم لك عن قطر بالذات، في 3 أو 4 أخطاء أوعى تغلطها، لأنه بعضها راح يخليهم يوقفوا راتبك لهذا الشهر، يأجلوا للشهر الجاي يعني، وبعضها راح توقف العلاوات، وبعضها أنت شخصيا راح يقولوا لك أقعد في الدار لما تزبط وضعك ويمكن تنفصل عشانها. الغلط الأول اللي هو أنك ما تكتب الريتير فروم ليف. بتتذكروا مرة من المرات حكيت لكم عن موقع الأوراكل اللي هو موقع الHR الأونلاين تبع مستشفيات قطر. في إشي اسمه الأوراكل، هذا الموقع أونلاين تدخل عليه من كمبيوتر الشغل، تعمل فيه كل إشي مختص بالHR، تطلب إجازة، بتسجل إنك رجعت من الإجازة، بتعرف كم رصيد إجازاتك، بتشوف مثلاً كتاب راتب، بدك كتاب يثبت إنك موظف عندهم، بدك تشوف كشف الراتب تبع الشهر الجاي، كل إشي عن طريقه. فإنت لما تطلب أي إجازة سواء سنوية، مرضية، اضطرارية، إدارية، شو ما كانت، لازم تطلبها عن طريق هذا السيستم واللي بوافق لك عليها رئيس قسمك. لما ترجع من الإجازة ولو كانت يوم واحد، في نموذج من نفس السيستم اسمه Return from Leave، يعني العودة من الإجازة لازم تعبيه. هذا النموذج لو ما عبيته الشهر هذا ما إلك راتب، الشهر الجاي بتستلمهم الشهرين مع بعض. بحكي جد. رقم 2، لو نسيت تعبي طلب الـ RP Renewal، أنت كإنسان متزوج، لو كنت متزوج لازم تبلغ المستشفى كل سنة أنه أهلي لساتهم معي، وتبعت للمستشفى صورة عن الإقامة القطرية لمرتك وولادك كل ما تجددها، بحيث أنه مش راح ينزل لك بدل سكن إلا إذا أهلك ساكنين معك بنفس البيت أو موجودين جوا نفس الدولة يعني. فكل سنة بتفوت على السيستم تبع المستشفى بتعبي طلب اسمه الريزيدنسي بيرميت رينيوال أو طلب تجديد الإقامة، بتجدد الإقامة لزوجتك وولادك، تبعت صورة على الإقامة الجديدة للمستشفى، لما يشوفوها بقولوا لك راح نستمر ننزل لك بدل سكن لسنة ثانية. لو هذا النموذج تعبيت فيه أسبوع أو أسبوعين راح أقول لك الشهر هذا ما إلك بدل سكن، الشهر الجاي بتستلمهم الشهرين مع بعض، والحق عليك أنك تأخرت. رقم 3، من جديد السنة هاي بالذات صار في إشي اسمه التيكت ألاونس لازم تعبيها. أنت عارف أنه في الخليج أو في قطر بالذات بدل التذاكر بتأخذه كل سنة من المستشفى. زمان كانوا كل سنة قبل ما تكمل عقدك بشهر ينزل لك بدل التذاكر أوتوماتيك. السنة هاي بالذات صار في قانون جديد إنه بدك تدخل على السيستم، في إشي اسمه تيكت ألاونس ريكويست، بدك تعبي الطلب إنه أنا بطالبكو بإنكم تنزلوا لي بدل التذاكر. لو هذا ما عبيته ما إلك بدل تذاكر، وما بتقدر تعبيه إلا قبل موعد التذاكر بشهر أو أقل. يعني أنا متعود أخذ التذاكر كل سنة ب28/7، ممنوع تعبي الطلب قبل 1/7. لو ما عبيته ما إلك بدل تذاكر، لما تتذكر تعبيه بنزل لك بدل تذاكر. رقم 4، أول ما تشتغل في دولة قطر رح تأخذ إشي اسمه اللايسنس اللي هي رخصة مزاولة المهنة زي أي بلد. هاي الرخصة صالحة لمدة 2 سنين، عشان تجددها لازم خلال 2 سنين تكون أخذت 80 ساعة أو 80 نقطة دورات. لو مروا 2 سنين وانت مش مخلص 80 نقطة، ان شاء الله ظال عليك نقطة واحدة او دورة مدتها ساعة واحدة، بكل بساطة رح يقول لك انت suspended، يعني انت معلقينك مش عارفين شو وضعك، لا عارفين نخليك ولا نفصلك، اقعد في بيتك باعتبار اجازة بدون راتب لغاية ما تكملهم على 80 ساعة، وتكلم الدي اتش بي اللي هو مؤسسة ترخيص المهن الصحية وتبلغهم انك خلصت المطلوب منك، ويعطوك الرخصة الجديدة وتورينا اياها، وقتها بترجع للدوام. فلازم تكون مهتم بالأشياء هاي، لازم تكون عارف شو اللي إلك شو اللي عليك، ولازم تكون عارف كل طلب إمتى لازم يتعبى، وما تنسى إشي، وإذا بتنسى إشي ما حدا راح يذكرك. شكرا لطولة بالكم. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة، ولا تنسى تفعل زر الجرس خليه الكل أو أول عشان يوصلك إشعار إنه محمد ناصر نشر فيديو جديد قبل دقيقة، وإلا مش راح تعرف عنه إشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.